أكد سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن خيار الحرب في التعامل مع استفتاء إقليم كردستان غير مطروح في هذه الفترة، لكن لا يمكن السماح لأي مسعى لانفصال الإقليم عن العراق. الحديث قال: لن نقبل أي توجه يسعى لإجراء تغيير إداري أو قانوني في المناطق المسمى دستوريا المتنازع عليها، مضيفا أن الزيارات الأخيرة التي قام بها بعض المسؤولين إلى إربيل هي مواقف سياسية لا تمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية، مشددا على أن الأساس هو الإقرار بوحدة العراق والسيادة على كامل أراضيه ومنها المناطق الواقعة في الإقليم.